السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل وعلى أوسان طقس صورة رائعة لسقوط شهاب متوهج شهد في عدة مناطق من الجزائر، حيث يقوم العديد من المواطنين في هذه اللحظات ومنذ ليلة البارحة بترصد ظاهرة طبيعية والتي تتكرر سنويا في نفس التوقيت. وللإشارة، بدأت شهوب البرشويات بظهور منذ 14 من شهر جويلية وستستمر حتى بداية سبتمبر المقبل، إلى أن ذروتها ستكون فجر غد الاثنين، حيث يقدر معدل سقوط الشهب بحوالي 100 في الساعة وبسرعة تقدر ب60 كيلومتر في الثانية.